الميراث، التمييز بين النساء والرجال. هل تتمتع النساء بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في الميراث؟ في تونس والجزائر والمغرب لا تتمتع النساء بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال. المرأة لا ترث إلا نصف ما يرثه الرجل، فحتى لو كانت من نفس درجة القرابة تنال منابات أقل، وتتحول بقية التركة إلى أعضاء العائلة من الذكور حتى وإن كانت درجة قرابتهم بعيدة. إذا أخذنا مثال الزوجة، في هذه البلدان الثلاثة عندما تتوفى امرأة فإن زوجها يرث نصف تركتها إذا لم يكن لها أبناء، وربع تركتها إن كان لها أبناء، في حين أن المرأة إذا توفي زوجها فإنها ترث ثمن تركته إذا كان له أبناء، وربع تركته إذا لم يكن له أبناء. النتيجة، تبين الدراسات أن التمييز في الميراث يساهم في تأنيث الفقر، مما يشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي للبلدان الثلاثة. ففي المغرب مثلاً تبلغ نسبة الفقر 55.3% لدى النساء و 43% لدى الرجال. هل يمكن تغيير هذه القاعدة؟ نعم، نحتاج فقط إلى الإرادة السياسية لتغيير هذا الوضع غير العادل الذي لا يحمي التمييز. في تونس ومنذ الاستقلال تحصل الفتيات على الميراث كاملاً، وذلك بفضل تأويل بعض القواعد الفقهية بطريقة تقدمية، مما يعني أنه يمكن تطوير بعض القواعد التي يصورها البعض كقواعد جامدة أو مقدسة. لقد حان الوقت لتغيير الأمور. لماذا؟ لأن التمييز هو سبب العنف. من المتعارف عليه في أيامنا أن التمييز المسلط على المرأة هو سبب العنف الذي تتعرض له، وأنه لا يمكن للمجتمع أن يتقدم دون اجتثاثه، لأن النساء يجدن أنفسهن في الشارع. في الجزائر مثلاً يتسبب التمييز في الميراث في حرمان النساء من حقهن في السكن، مما يزيد وضعهن هشاشة، بما أنه في جل الحالات تجد الوارثات أنفسهن دون مسكن بعد بيع العقار الموروث، لأن ذلك غير عادل. يتعلل المعترضون على المساواة في الميراث بأن هذا التمييز طبيعي، بما أن الرجال ملزمون بتوفير احتياجات الأسرة، ولكنهم يغفلون أن الأعمال المنزلية موكلة للنساء وحدهن. سنة 2006 في تونس بلغ هذا العمل غير المرئي وغير مدفوع الأجر ما يتجاوز 47.4% من الناتج القومي الخام، لأن ذلك غير قانوني. في البلدان الثلاثة يتعارض التمييز في الميراث مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدساتير والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. كيف يمكن التصدي لظاهرة التمييز وتفقير النساء؟ في تونس والمغرب والجزائر فتح النقاش في مسألة إصلاح قانون الميراث، ويجب أن يفضي هذا النقاش إلى إصلاحات تكريس مبدأ المساواة. في البلدان الثلاثة أخذ المجتمع المدني على عاتقه خوض هذا النضال، وخاصة المنظمات النسوية التي نجدها في الخط الأمامي من أجل المطالبة بالمساواة التامة والفعلية. إن المساواة في الميراث حق مشروع وليست أبداً من الكماليات، وإذا كان السياسيون لا يريدون تغيير الوضع ويفضلون مواصلة إسناد الامتيازات إلى الذكور خدمة لمصالحهم، فإن المواطنات والمواطنين يمكنهم تغيير مجرى التاريخ بالدفع نحو إنهاء هذا التمييز. لنمضي معاً إلى المساواة.